عنا هذا جمع المبارك المرحومة، واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما موفقا من الشر معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أجرنا من النار بعفوك، وأدخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب انصر أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين جلالة الملك محمد السادس، اللهم انصره نصرا عزيزا تعز به الدين وتجمع به كلمة المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم سدد خطاه وحقق مسعاه ووفقه لما تحبه وترضاه، وكن له وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا وعاصما ومجيرا، واحفظه يا ربنا بما حفظت به الذكر الحكيم. اللهم يا رب أقر عين جلالته بولي عهده المحبوب صاحب السمو الملك الأمير الجليل مولاي الحسن. اللهم أصلح وأنبت نباتا حسنا، اللهم أصلح وأنبت نباتا حسنا، وشد عضده بشقيقه صاحب السمو الملك الأمير الجليل مولاي رشيد، واحفظه يا ربنا في كافة أسرته الملكية الشريفة وفي شعبه المتشبث بأهداب عرشه المنيب يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب في هذا الجمع المبارك وفي هذا اللقاء المبارك مع هذه الوجوه النيرة المباركة الطيبة، يا رب أغدق شآبيب رحمته، يا رب أغدق شآبيب رحمته وعفوك وفضله وسحائب مغفرته على المليكين المجاهدين مولانا محمد الخامس ومولانا الحسن الثاني. اللهم اكرم مثواهما، اللهم اكرم مثواهما وطيب ثراهما، واجزهما على ما قدما للوطن والعرب والمسلمين، واجعلهما في مقعد صدق عند مليك المقتدر مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار الذين استرخصوا نفوسهم وأرواحهم في سبيل نصرة الدين والوطن يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ببركة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم، وعلى آله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.